ماتش ولا أسوأ للزمالك اللي بيهدر 3 نقاط في مشواره في الدوري بدون سبب وبدون داعي وفوز مستحق الإنبي. حقيقي كان النهاردة مميز جدا. إيه اللي حصل النهاردة؟ محدش عارف يعني. أنا لغاية يعني من بداية الماتش أنا مش فاهم إيه اللي حصل للعيبة. يعني أنا مش فاهم, مش ده الزمالك اللي شفناه في سلسلة. لم يأتي أحد النهاردة, مفيش, حتى يعني زيزو, حتى فيريرا. يعني انا صحيح. النهارده انا ما شفتش اي, يعني ما فيش تدخلات من فيريرا في الماتش, ما فيش اي بصمات فنيه, ما فيش اي اداء من اللعيبه, ما فيش روح, ما فيش ثقه. الروح اللي شفناها في الماتش اللي فات المعافره, الزمالك كان متعادل لاخر الدقايق في الماتش اللي فات ولا كان بيضغطوا على نفسهم, كانوا بيروحوا لغايه ما جه جون زيزو في الدقيقه 92 من الوقت بدل ضايع الماتش اللي فات. النهارده الروح مش موجوده, اللعيبه مش موجوده, فيريرا علامات استفهام كبيرة جدا على الأداء والفن, يعني الشكل الفني للزمالك النهاردة غير موجود تماما قدام إنبي. وخلينا نحيي بقى نادي إنبي بجد وحلمي طولان, لأن هم النهاردة حقيقي شفنا ماتش منهم منظم جدا دفاعيا وهجوميا, والتغييرات كمان في وقتها يعني حقيقة 10 على 10 بالضبط. يعني كابتن حلمي طولان النهاردة قدر يتفوق في كل دقائق الماتش, ما فيش دقيقة ما شفناش فيها نادي إنبي بيعاني, ما شفناش اي خطوره. يعني شفنا خطورات من الزمالك بسيطه بس مش بالشكل اللي شفناها, تسديدات ضعيفه جدا يعني كل الحلول بتاعت الزمالك العرضيات كلها غلط, كل المدافعين انبي حصلوا على كل معظم العرضيات النهارده, مفيش غير كره مثلا حازم امام لما نزل الشوط الثاني ولعبها عرضيه لاشرف بن شرقي وصدها برده محمود جاد حارس الانبي. العرضيات سيئه, المحاولات اختراق من العمق ما انفعتش تماما. حلمي طولان مدي تعليمات للعيبة كلها بتدافع كمنظومة واحدة, بتهاجم كمنظومة واحدة, بيعتمدوا على المرتدات. علامات استفهام كبيرة للماتش التاني على التوالي, اللي انا يعني الحاجات اللي انا لاحظتها ان الزمالك برضو معتمد على مصيدة التسلل, وشفنا النهاردة الانبي هدفين ملغيين لنادي انبي النهاردة. كانت المفروض نتيجة كبيرة جدا لنادي انبي النهاردة, كان ممكن الماتش يخلص 4-0 فعلا. الزمالك مش موفق في حتة اللعب على مصيدة التسلل, اللعيبة مش متفاهمة مع بعض, خط الدفاع كله ما فيش حد بيتكلم مع بعض, ما كأن ما فيش شغل ما بينهم ما بين بعضهم, ما يعرفوش بعض أصلا. بالظبط, يعني كل واحد بيلعب مع نفسه, كأن كل واحد بيلعب ملوش دعوة بزميله. يعني لولا أن هو اللعيب بتاع سوء التمركز بتاع اللعيب بتاع إنبي هو اللي بيوقعه في مصيدة التسلل, غير كده كان ممكن النتيجة لو اللعيبة واخدة بالها كان ممكن النتيجة تبقى كبيرة جدا النهاردة. يعني النهاردة شفنا الزمالك الحقيقة منهار تماما. إيه السبب؟ السبب يعني خارجين من عيد يعني ولا بيعيدوا ولا إيه, مش فاهمة الحقيقة. مش عارف يعني أنا حتى لما قلنا المعسكر كان إمتى المعسكر, يعني أنا شايف إن الزمالك كان لعب يوم الثلاث اللي فات أسبوع بالظبط من بين المباراتين. فيريرا قرر إن هو بعد الفوز وبعد الأداء البدني الكبير اللي بذله الزمالك عشان العودة في النتيجة قدام إيستر كومباني خد 3 أيام راحة, وبعد كده رجعوا على طول يوم 4 مايو للتدريبات, يعني اكتر من يعني 5 أو 6 أيام يعني تحضير. غالبا على الخميس او الجمعه رجعوا تاني. بالظبط, يعني كفايه جدا للتحضير, كفايه يعني. جدا طبعا, يعني ده المعسكر او ده الاستعداد لاي فريق ان هو بيريح. مثلا لو ما في فرق بين اسبوع بين المباراتين بياخدوا يومين طبعا عشان فتره العيد, فاخدوا 3 أيام ورجعوا تاني يستأنفوا التدريبات. بس النهارده يعني علامات استفهام, يعني ايه اللي حصل للعيبه في الفتره دي؟ يعني فتره الغياب كمان يعني مش كبيرة, يعني الماتش اسبوع, يعني لو قلنا مثلا فريق خد اسبوع كامل للراحة كان ممكن يبقى سبب, بس ان هو رجعوا يوم 4 مايو والماتش النهارده يوم 10 مايو, فرق 6 ايام بين من بداية المعسكر والماتش, فعلامات استفهام كبيرة جدا. نص المدة ريحوها ونص المدة اشتغلوا فيها. بالزبط. فايه بقى ليه لم يأتي احد النهارده فعلا؟ يعني ما شفناش حد خالص في الزمالك. انا مش عارف, يعني انا عايز افهم فيريرا ايه التعليمات اللي ادها لعيبة الزمالك النهارده. يعني اول مره ما حسش انه موجود, يعني احنا كنا بنقول في اللايف انه فيريرا جه وغير شكل الزمالك وشكل اللعيبه, النهارده فعلا ما حسيتوش موجود خالص. بالظبط, يعني احنا كنا بنشوف في الماتشات اللي فاتت ان فيريرا بيبقى ليه بصمه حتى في التبديلات, حتى في التكتيك او التعليمات الفنيه اللي بيديها لكذا لعيب, ان هو بيتبادلوا مع بعض المراكز, بيلعبوا على جمله تكتيكيه معينه, ما شفناهاش النهارده خالص. التبديلات كلها
ما ضافتش اي حاجه حقيقة. هي يعني ممكن حازم امام هو اللي غطى شويه لما دخل مكان حمزه المسلوسي اللي هو كارثه كبيره جدا النهارده ومتسبب في الهدف الاول اللي دخل في نادي الزمالك النهارده. حازم امام دخل نشط الجبهه اليمنى شويه ساعت زيزو شويه بس برده يعني ما مش هو برده المستوى ما عرفش يعني ما عرفوش يهدف نازل وطبعا نازل بعد الهدف الثاني على طول فالمعنويات بتاعه الفريق كانت واقعه جدا مش هيقدر يضيف حاجه بدنيا. انت شايف الزمالك واقع بدنيا من اول من الشوط الاول من الشوط الاول يعني انا ما شفتش يعني ما شفتش اي التحامات بيكسبها الزمالك كل الكور بيخسرها العرضيات بيخسرها اتعمل عليه كم هجمات مرتده وكان في خطوره من ايبوكا اللي انا حذرت منه طبعا لسه اقول لك انت محذر من ايبوكا في اللايف يعني اكيد المحللين اللي مع فريرة اكيد محذرين اكيد لان هو ليه بقى مدافعين الزمالك ما عرفوش يعني لعيبه الزمالك ما عرفوش خالص يوقفوه بيجيب الهدف الثاني هو مصاب بالظبط يعني النهارده شفنا ان هو بعد ما جاب الهدف الثاني هدف رائع جدا تسديده صاروخيه واتصاب بعديها على طول يعني هو كان قبليها بكام لقطه كانت الكاميرا جت عليه وهو ماسك الخلفيه بتاعته كان باين عليه مصاب مع ذلك قدر يسجل هدف رائع جدا وسط غياب تام من الدفاع يعني انا ايه كانوا بيعملوا ايه انا واقفين متسمرين في مكانهم يعني انا شايف النهارده الهدف الثاني بالذات علامات استفهام كبيره جدا على الحيطه بالذات يعني الكره اتلعبت مش تسديده مباشره لا دي باصت مره واثنين لغايه ما وصلت لايبوكا وسددها والحيطه كانت لسه واقفه مكانها يعني انا اول مره اشوف حيطه خلاص هي اللعبه ما اتلعبتش مره واحده فضلوا مستنيين مكانهم مستنيين يعني الهدف يدخل مستنيين الهدف يدخل بالظبط يعني حتى ابو جبل بعد ما دخل الهدف في مرماه بيزعل الحيطه هو ليه ما حدش اتحرك ليه ما حدش قفل عليه وهو بيشوط ما حدش اتحرك ناحيته حتى يعني خرج من الحيطه يعني الحيطه واقفه مكانها ما فيش حتى واحد من اللعيبه اللي واقفه في الحيطه قرر ان هو مثلا يتقدم من مكانه ان هو يدخل حتى لو هي هتتشوط مثلا من اول مره قبل ما يفهموا الجمله التكتيكيه اللي عاملها لعيبه انبي ما فيش خالص عمل اي حاجه يعني خمول تام من اللعيبه.